انتاج رائع. ابيض اس 2 يجي العين يقول لك انا جاي اعمل ليزك، معلش انت جاي تقلع النضاره، فسيبني انا اختار لك اللي يناسبك ايه. الدكتور احمد عساف استاذ طب وجراحه العيون طب عين شمس، زميل كليه الجراحين الملكيه البريطانيه، عضو الجمعيه الامريكيه لطب وجراحه العيون، عضو الجمعيه الامريكيه لجراحات المياه البيضاء، عضو الجمعيه الامريكيه لاصلاح عيوب الانكسار، 7 أبحاث منشوره دوليا، 17 بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجمعيه الاوروبيه. اهلا بكم. المياه البيضاء موضوع في منتهى الاهميه، موضوع بيأثر طبعا على كبار السن ومتوسط السن، ودلوقتي بنشوفه في سن أصغر. المشكله في الكواليتي اوف لايف، وعلى فكره ما بقاش الطب الحديث يقبل الطب ده من ضمن نعم ربنا علينا انه يخليك تعيش حياه لو كواليتي. ما فيش حاجه اسمها ان انا تمام امشيها كده. في ظل تقدم مذهل في تكنولوجيا الجراحات، تقدم مذهل في الاجهزه المساعده، تقدم مذهل في كل حاجه، بقت جراحات المياه البيضاء جراحات دقائق محدوده، بقت تكنولوجيا امنه للغايه. هنفهمها النهارده بالتفصيل، النهارده هنفهم اشياء كتيره متعلقه بهذا الامر. اكيد الحوار هيكون ممتع جدا جدا، زي ما قلت لكم لما نفهم ان الكواليتي اوف لايف هي هدف العلم، فاكيد التكنولوجيا هتفترض علينا ان احنا نستضيف واحد من الكبار في هذا المجال، واحد من الاساتذه المتميزين على المستوى المصري الوطني العربي العالمي، بيقدم لنا الكثير من الانتاج الرائع جدا في البحث العلمي، وكثير جدا من النقل العام للتقدميه في التكنولوجيا، وايضا في المهارات وتطوير في المهارات الجراحيه المتعلقه بالنوع ده من العمليات. ضيفي هو الاكاديمي الكبير والاسم الكبير في هذا المجال، هو الاستاذ الدكتور احمد عساف، استاذ طب وجراحات العيون، الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس، وزميل كليه الجراحين الملكيه البريطانيه، عضو الجمعيه الامريكيه لطب وجراحه العيون، والجمعيه الامريكيه لجراحات المياه البيضاء، والجمعيه الامريكيه لاصلاح عيوب الانكسار، وصاحب 29 بحث علمي منشوره في الدوريات الدوليه، والاكثر من 100 بحث علمي تم عرضه في الجمعيات والمؤتمر السنوي للجمعيه الاوروبيه. ضيفي العزيز، اهلا بك. اهلا وسهلا. نورني، سعيد جدا بهذه الزياره العظيمه. نور الناس الحلو. اشكرك شكرا جزيلا. واختيارك كمان انا بجد يعني في اللقاء اللي فات طلبت منك ان احنا نتكلم على الجديد في الزراعات العدسيه او زراعه العدسات الخاصه بالمياه البيضاء، لكن خلينا نبدا لسؤال مهم. المياه البيضاء ساعات بعدها نلجا لنضاره، لازم كان ده الكلاسيك، ده صح ولا غلط؟ صح. هو طبعا انا عارف، انا متاكد ان الساده المشاهدين بقى عارفين يعني ايه ميه بيضاء، وهي باختصار هي عتامه في العدسه البلوريه جوه العين، واحنا بنفتتها وبنزرع مكانها عدسه ثانيه. فالمفروض ان بعد العمليه هيبقى المريض هيلبس نظاره وهو بيسوق العربيه او يتفرج على التلفزيون، بنسميها نظاره المسافات، ونظاره ثانيه يلبسها وقت القرايه. يعني القرايه ما بنقولش بقى القرايه بس، ده احنا بنتكلم بقى القرايه والموبايل، ولو ست بتخيط يبقى خياطه ولا ابره، لو واحد رسام يلبسها قدام لوحه الرسم، لو واحد بيشتغل في بنك او بيقعد قدام الكمبيوتر او رجل اعمال هيلبسها برضو قدام الكمبيوتر، او واحد بيتعامل مع الموبايل. فطبعا هيبقى في نظارتين بعد العمليه كستاندرد. دايما بنفهم المريض انه بعد العمليه يبقى في نظاره مسافات ونظاره قرايه، الا اذا بعض الحالات معينه ما بيبقاش في عيوب ابصار كثيره، فممكن يستغنى عن نظاره المسافات ويلبس نظاره القرايه. للاسف ان في ناس كتير بتحبط لما تعرف كده اهوت، يعني بيبقى يقول لك انا عملت العمليه وانت بتقول لي زرعت عدسه. طب انا زرعت عدسه، طب انا هلبس نظاره ليه؟ مش العدسه دي تجوب النظاره او نظاره المسافات ونظاره القرايه؟ بنقول له لا، هي العدسه دي انواع، فالستاندرد بتاع العدسات او العدسات البيزك او الاساسيه ان انا اعالج الميه البيضاء. يعني ايه اعالج الميه البيضاء؟ يعني انا هحط عدسه بدل عدسه معتمه احط عدسه شفافه، بحيث ان الاشعه تسمح، العدسه دي تسمح بمرور الاشعه داخل العين وتكون صوره على الشبكيه. بعد كده هو في نظاره بقى ما فيش نظاره، دي قصه تانية. فده فكرة علاج المياه البيضاء. لكن هل احنا ممكن نعمل المياه البيضاء دي نرفعها لمستوى اعلى شوية ظريف ونعالج عيوب الابصار كأني عملت ليزك على سبيل المثال؟ ممكن. فلازم يبقى احنا فاهمين ان المياه البيضاء حاجة، ولو عايز كمان اعالج عيوب الابصار فلازم اقول للطبيب الجراح ان انا عندي رغبة على الاقل ان انا استغنى عن نظارة من النظارتين اللي بعد العملية اذا ما كانش الاثنين. فهنا بيفرق
على حسب نوع العدسه. العدسات اختلفت دلوقتي، بقت في عدسات جديده. طبعا هي في عدسات كتير. احنا زمان كنا اول ما ظهرت عدسات الميه البيضاء كانت المقصود ان هي حته عدسه بلاستيك بتتزرع جوه العين ويتاخد غرز، والمريض بعد كده هو تبقى شايف بنظاره ممكن يكون فيها يعني مقاسات عاليه شويه صغيرين، ونظاره ثانيه للقراءه، والعين بيبقى مبسوط. احنا مع التقدم العلمي زي ما حضرتك ذكرت في عملية المية البيضاء، بقينا نعمل عملية من فتحة صغيرة، وبالتالي فترة النقاهة بقت سريعة، وحصل تقدم مشابه كمان في أنواع العدسات. فبقت العدسات ممكن تتزرع من فتحات صغيرة ومتعالجش المية البيضاء بس، أو ما تضمنش برضو صفاء في الرؤية بس، لا ده كمان ممكن تخلي المريض يستغنى عن نظارة المسافات، أو يستغنى عن نظارة المسافات والقراية معظم الوقت. كل الحالات تنفع مع العدسات؟ لا، ده سؤال مهم جدا. مش كل الناس ينفع معها هذا النوع من العدسات. خلينا نقول عدسات متقدمة، بره بيسموها عدسات بريميوم لينسز، أو عدسات يعني زادة جودة عالية أو متقدمة جدا. مش كل الناس بينفع لهم هذا العدسات، وعلى فكرة هي العدسات دي أنواع كتير، فلازم الطبيب الجراح يختار العدسة المناسبة لكل مريض، مش ستاندرد. يعني ما تتخدش المريض ينفع له العدسة الفلانية فأخوه أو أخته ينفع له نفس العدسة، لا، كل مريض له نوع عدسة تناسب حالته البصرية أو حالة عينيه وحالته أو أسلوب المعيشي بتاعه. فطبعا دي أنواع بتختلف، مش كل الناس. من زراعة العدسات دي، النوعية دي من العدسات، خطوة مختلفة عن العمليات السابقة؟ ده سؤال مهم جدا، ان هو في ناس كتير فاكرة ان انا لما اعمل عملية المية البيضاء ومعها اصلاح ابصار ان انا هعمل عمليتين. لا، هي نتيجة عمليتين لكن هي عملية واحدة، مفيش اختلافات كبيرة، هي كل الاختلافات في نوع العدسة المزروعة جوه العين. فعندنا عدسة بتصلح المية البيضاء بس، أو عدسة بتصلح عيوب الإبصار. مفيش خطوات زيادة وقت العملية، يمكن حاجات بسيطة قوي لكن المريض مش هيحس بيها. فهي مش عملية إضافية على عملية المية البيضاء، لا، هي عملية زي عملية المية البيضاء مع اختلافات بسيطة قوي. احنا عمالين نشوف صور لعدسات مختلفة. دي أنواع عدسات فعلا مختلفة، موجودة فعلا في السوق المصري، موجودة في على مستوى العالم. منها العدسات اللي بتحسن النظر المسافات البعيدة، في عدسات بتلغي نظارة المسافات البعيدة، وفي عدسات بتلغي نظارة المسافات البعيدة والقريبة، في عدسات بتقلل الاعتماد على نظارة المسافات القريبة. في يعني أنواع كتيرة جدا، دي بتختلف من مريض أو متناسبش لكل الناس زي ما قلنا قبل كده. بعد زراعة العدسة دي بتتحسن الرؤية بعد قد إيه ولا إميديت؟ لا، مش إميديت، لأن مهما كان في فترة نقاهة بعد العملية، إحنا بنقول إن بعد عملية المية البيضاء التحسن بيمر في كذا مرحلة. أولا في مرحلة سريعة يحس المريض بتحسن في نظر حوالي 70-80% بعد العملية، إلا لو كانت المية البيضاء شديدة وحصل شوية يعني ارتشاح في القرنية بسبب ان الليزر او الموجات فوق الصوتية اللي استخدمت كانت بكثافة عالية. فالمريض هيحس بتحسن في النظر ابتداء من تاني يوم مباشرة بعد العملية، ممكن يحس بتحسن 50%، ممكن يحس بتحسن 70%، ده هيحصل في خلال اسبوع كده، المفروض النظر بيستقر الا في حالات نادرة لو كانت المية البيضاء شديدة شوية. وبعد كده هو بسبب العدسات دي بنظر بعد كده بيبتدي يتحسن، يستقر تماما في خلال اسبوعين ثلاثة بعد العملية. هنا الصورة دي عايز اوضح حاجة، في عدسات، بعض العدسات بتخلي المريض يشوف البعيد كويس لكن ما يعرفش يشوف القريب كويس، فبنقول له البس نظاره وقت القرايه. جالنا مشكله فعلا، يقول لك انا ساعات بقعد على السفره ما بقاش عارف انا باكل ايه، انا شايف طبق قدامي مزغلل. وفعلا دي حاجه مزعجه جدا، احنا ما كناش واخدين بالنا. يقول لك انا شايف الطبق اللي قدامي انا مش عارف هو ده مكرونه ولا رز، بسبب ان العدسه بتدي له، هي احاديه البؤره بتدي له رؤيه واضحه على مسافه بعيده 6 متر او اكتر. هو يمشي في الشارع زي الفل، يتفرج على التلفزيون تمام، صلحنا له الاستجماتيزم وكل حاجه، لكن يجي يمسك الموبايل مش شايف، يجي يقرا مش شايف، يجي ياكل ساعات او يمسك اي حاجه قريبه مش شايف كويس. فدي بتبقى مزعجه عند بعض الناس. في حاجه تانيه مزعجه جدا، انه ما يعرفش يقرا التابلو بتاع العربيه، يطلع له إشارة في تابلو العربية إن في حاجة غلط، مش عارف هي إيه، مش عارف هي إيه. حتى عداد السرعة، بعض العربيات عدادات السرعة لسه صغيرة شوية صغيرين، هو مش عارف السرعة هو معدي سرعة الرادار ولا لأ، يعني فدي مشكلة فعلا.
لقينا ان هي مزعجه عند بعض الناس، فظهر بقى هذا النوع من العدسات اللي هي تلغي نظاره المسافات. طلعت مكرونه وتقلل طلعت مكرونه باستا. اقسم بالله فكره سلطه الطحينه. هو فعلا هي فعلا فكره سلطه الطحينه. في الاول بنقول لهم خلاص البسوا نظاره القرايه وانتوا بتاكلوا، يقول لك طب انا بلبس نظاره القرايه دي اسمها قرايه يا دكتور. نقول له لا، هي اسمها نظارة القريب. يعني اي رؤية قريبة على مسافة قريبة حوالي 30-40 سنتي هتحتاج تلبس النظارة دي. ففي ناس، انا واحد بيقول طب انا قاعد مع ناس، عازم ناس، اقعد هاكل في الطبق هشوف هلبس النظارة، طب انا هشوف اللي قدامي، عايز اتكلم اللي قدامي، هقعد اقلع النظارة، اقعد مزعجة ومحرجة في نفس الوقت. في اجراءات معينة تتبع بعد العدسات المتقدمة دي؟ لا، ما فيش اجراءات بمعنى اجراءات معينه، هي زيها زي عمليه الميه البيضاء العاديه. هي بس كل حكايه ان المريضه توقع ان فتره النقاهه او تحسن النظر ممكن تطول شويه عن العدسات العاديه. كل ما العدسه تبقى تصميمها معقد شويه علشان تديله رؤيه او تستغنى عن نظاره المسافات والقرايه، كل ما فتره النقاهه بتكون اطول شويه ظاهرين، علشان المخ بياخد وقت عبال ما يتعود على هذا النوع من العدسات. العدسات دي عدسات حديثه جدا، عدسات متعدده البؤره، ثلاثيه البؤره، عدسات متقدمه شويه، فبتاخد وقت عبال ما المخ يتعود على ادائها جوه العين. ساعات العين بيشتكي من جفاف كمان، يعني يبقى عنده جفاف وعنده، فاحنا صلحنا له خلاص الماء البيضاء. هل الجفاف يؤثر على العدسه الموجوده؟ 100% يؤثر. علشان كده مهم جدا ان احنا نشوف جفاف العين ونقيس درجه جفاف العين قبل العمليه، وده من ضمن حساسيات اختيار هذا النوع من العدسات. يعني في بعض العدسات ما ينفعش معاها ان احنا نستخدمها لمريض معين بسبب ان درجه الجفاف عنده عاليه شويه صغيرين. ولو كانت درجه الجفاف متوسطه وممكن نعالجها، يبقى احنا لازم نسرع في علاج الجفاف اسبوع 2-3 وبعد كده نلجا لعمليه الميه البيضاء. اوقات كتير بناجل عمليه الميه البيضاء لغايه لما نعالج جفاف العين علشان نضمن احسن نتيجه ممكنه بعد عمليه الميه البيضاء، بالذات مع هذا النوع من العدسات المتقدمه. انا عايز اقوله بس ان في عندنا كانت مشكله، احنا اتكلمنا قبل كده على عدسات بتلغي نظاره المسافات وبتلغي نظاره القرايه معظم الوقت. المريض كان بيحس بالليل اوقات ما ماشي في الشارع ان الرؤيه الليليه مش واضحه قوي، الاضاءات بتاعتنا ما بتبقاش واضحه قوي. اعتقد في صوره ممكن البرنامج يعرضها دلوقتي، بعض الناس بيشتكوا يقول لك انا شايف حوالين الاضاءه هالات حوالين الاضاءه. بالظبط كده، هالات حوالين الاضاءه، شايف الوهج زياده عن اللزوم، شايف ان الاضاءه طالعه منها اشعاعات كتيره جدا. دي بنقول لهم معلش هتتعودوا على وجودها شويه شويه لغايه ما المخ ما يحسش بوجودها. دي مشكله كانت موجوده في العدسات متعدده البؤره، دي نوع من انواع العدسات المتقدمه اللي كان الهدف الاساسي بتاعها نلغي نظاره المسافات ونلغي الاعتماد على نظاره القرايه معظم الوقت. لكن الرؤيه الليليه بدل ما تبقى واضحه كده كانت بتبقى ملخبطه شويه صغيرين. المريض كان بيتقبل، بعض المرضى كان ما بيتقبلوش، وكانت بتبقى مشكله. ساعات بنضطر ان احنا نشيل العدسه دي ونزرع مكانها عدسه ثانيه احاديه البؤر. الجديد بقى دلوقتي احنا لقينا ان احنا حياتنا بقت مرتبطه اكتر بالموبايل. الناس اللي بتقرا تمسك كتاب زي زمان ما بقاش زي الاول. احنا بنمسك الكتاب على المسافه دي تقريبا 30-40 سنتي، الموبايل بيمسكه على مسافه ابعد. فقلنا طب ليه احنا مش عايزين عدسه تخلينا نشوف على المسافه دي والمسافه البعيده؟ انا عايز عدسه تخلينا نشوف على المسافه ال 40-50 سنتي، او على على اللابتوب على سبيل المثال، او شاشه الكمبيوتر هي بتبقى ابعد عن العين واشوف البعيد. ويا ريت كمان ما يبقاش عندها التشوهات البصريه الليليه اللي كانت موجوده مع العدسات متعدده البؤر. فظهر نوع من العدسات المتقدمه اسمها اكستندد ديبث فوكس، هي عدسه احاديه البؤره لكن بتديك الى حد ما بعد اكتر شويه ظريف، بعد الثالث يعني اعمق شويه. دي ناجحه جدا حاليا، بتدي المريض رؤيه واضحه ليليه، ما بقاش فيها المشاكل مع العدسات متعدده البؤره اللي كانت موجوده قبل كده اهوت. وفي نفس الوقت ممكن المريض يقعد على الكمبيوتر من غير ما يحتاج يلبس النظاره، يشوف الداشبورد او لوحه او عدادات السرعه في العربيه من غير ما يحتاج يلبس نظاره، وفي نفس الوقت ممكن يتعامل مع الموبايل من غير ما يحتاج يلبس نظاره. خاصه الموبايلات دلوقتي عندنا هي سمارت فونز، فممكن يكبر الفونت يخليه بولد شويه صغيرين، ده يساعده ان هو يقعد يتعامل مع الموبايل معظم الوقت من غير ما يحتاج يلبس نظاره القرايه. هل احنا كده بنلغي نظاره القرايه؟ لا، ما بنلغيهاش بنسبه 100%، بس بلغيها بنسبه 50% او 40%. لو انت عايز بقى تقرا حاجات صغيره، تقرا في مصحف صغير، هتلبس نظاره القرايه، لكن بديك رؤيه واضحه للبعيد، بديك رؤيه
وظيفية للحاجات القريبة، على سبيل المثال الموبايل والكمبيوتر والأكل، ويشوف الطبق قدامه بقى على السفرة واضح ومبقاش متضايق، ويتعامل مع الموبايل من غير نظارة، وفي نفس الوقت مستمتع برؤية واضحة في المسافات البعيدة ليليا، يبقى هنا احنا وصلنا لحاجة في النص، لا عدسة أحادية البقرة يشوف بها البعيد بس مش شايف طبق المكرونة اللي قدامه، ولا عدسة متعددة البقرة عشان يشوف البعيد والقريب بس عنده رؤية ليلية مش حلوة مش جيدة، لا عندنا حاجة في النص بتاخد الحاجتين الكويسين من هذا النوع من العدسة، تدي له رؤية جيدة جدا في المسافات البعيدة بالليل، وفي نفس الوقت بتمكنه ان هو يمارس حياته ويشوف الحاجات القريبة على مسافة 50-60 سنتي من غير ما يحتاج يلبس نظارة القراية. عندنا ثلاث محطات، هتجاوبني بالاختيارات وتقول لي التعليل لماذا اخترت. بخاف دايما من الفقرة دي، ده انا بحبها، انا بنتظرك في زيارتك عشان تجاوبني على هذه الفقرة. نبدأ بالفقرة الاولى اللي الدكتور احمد بيخاف منها، ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ ابيض اسود ام رمادي؟ قد يحدث ان الجسم يرفض هذه العدسة، ده معتقد، ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ لا هو المفروض اسود، يعني مفيش جسم بيرفض عدسه، لكن ممكن يحصل مشاكل وقت العمليه ما ينفعش نوع معين من العدسه يتزرع، بس عشان نسهل بس للمريض يتقبل الفكره، يعني صعب ان احنا نشرحها بطريقه علميه، فبنقول الجسم رفض العدسه. هو ما رفضش العدسه زي لفظ الكليه مثلا المزروعه، لا هو بس انواع العدسات بتختلف، في ممكن انا اكون في دماغي او انا عامل بلان معينه او خطه معينه نزرع عدسه معينه، لا قدر الله حصل مضاعفات وقت العمليه، ودي مش شرط يكون غلط جراح، بالعكس كل عمليه وليها ظروفها، فانواع العدسات هنا ممكن النوع اللي انا كنت ناوي ازرعه في العين ما ينفعش، فاضطر ازرع نوع تاني، النوع التاني ما كانش متوفر وقت العمليه، فبسيب العين من غير عدسه وباجل زرع العدسه الى خطوه لاحقة لغاية لما توفر نوع العدسة المناسب للعين بعد الحدث اللي حصل وقت عملية المية البيضاء. المحطة الثانية، جاني متهم أم بريء؟ من لا يوفر لمرضى التقدم التكنولوجي الخاص بعمليات جراحة المية البيضاء زي الفيمتو وإلى آخره، ومن لا يوفر لمرضى التقدم التكنولوجي الخاص بالعدسات، ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ ما اقدرش اقول جاني، صعب قوي، لكن ممكن اقول عليه متهم بالاهمال. يعني هو دلوقتي لازم تدي اعلى خدمه ممكنه، ولازم توظف خبرتك طبعا للمريض، فطبعا ممكن انا استسهل واحط اي حاجه وخلاص، لكن من حق المريض يعرف انه في ايه المناسب ليه. في مرضى يناسبهم تصليح النظر، في مرضى لا يناسبهم تصليح النظر، لو يناسبه تصليح النظر بنقول والله انت في عندك امكانيه تقلع نظاره المسافات او تقلع نظاره القرايه، والمريض يختار، لان دي حاجه علميا او طبيا مش غلط، يعني مش غلط لو المريض فضل ان هو يلبس النظاره بعد العمليه سواء مسافات او قرايه، مش غلط خالص، ما بنقولش ان هي كده عشان ارخص فتبقى يعني اوحش، لا على حسب رابط المريض. في بعض المرضى يقولك انا كان امل حياتي ان انا اقلع النظاره، اذا كان عندي فرصه وقت العمليه ان انا اقلع النظاره ليه ما قلتليش؟ فطبعا دي يعني نقدر نقول لها في المتهم. نشيها متهم. نشوف المحطه الثالثه، وشك ام يقين؟ بعد المياه البيضاء بنقعد فتره شهور في حالة ريهابيليتيشن قبل ما نرجع لحياتنا الطبيعية، وهم ولا شك ولا يقين؟ لا ده وهم قص اتنين. يعني دي نادرة جدا نادرة جدا، بعض الناس بيبقى عندهم المية البيضاء بيسيبوها فترة طويلة قوي، فبنيجي نفتت المية البيضاء الموجات فوق الصوتية بيحصل ارتشاح في القرنية، ساعات بيقعد فترة شهور عبال ما النظر يتحسن يرجع يتحسن تاني، بس دي حاجة نادرة قوي. لكن عملية المية البيضاء العادية اللي هي يعني متوسطة الكثافة، المفروض المريض بيحس بتحسن في النظر بعد العملية بيوم أو يومين، وبنقول المريض تقدر تستحمى وتغسل وشك وتصلي وتسجد ابتداء من تاني يوم، بتختلف من جراح للتاني، في بعض الناس يقولك أسبوع، بعض الجراحين يقولك يومين، بتختلف من شخص للتاني أو من جراح للتاني، هي مدارس. لكن
مختلف تماما عن احنا التعليمات اللي كنا بنديها للمرضى من 10 او 20 سنه فاتت. لما كنا بنعمل العمليه بالجراحه كنا بنغطي العين 3 اسابيع ونكشف الغطاء ونحط العلاج ونقفل تاني، والمريض كان بيتحجز في المستشفى ويبات حوالي اسبوع في المستشفى تحت الرعايه والعلاج في المستشفى ويكمل علاج في البيت، ونعمل نظاره بعديها بشهرين وبعد شهرين ممكن نغير النظاره تاني، وكانت قصه طويله وفي غرز ونفك الغرز والمريض ما يستحماش لمده شهر. لا طبعا الكلام ده ما بقاش موجود خالص، فالكلام ده بقى وهم تربيع. اختلف العالم تماما من ايام قنديل ام هاشم حتى الى الان. فحتى العمليات بتاعت اللي ظهرت في قنديل ام هاشم اللي هي العيان اللي مغطي عينه قوي وقاعد ومستني نتيجه العمليه، واليوم ده يوم بقى نرفع الغطا ونشوف المنظر، لا لا عزة العليلي في الفيلم ده اختلف، كان عزة العليلي هو اللي كان مريض لكن شكري سرحان كان الدكتور، بقى اختلف الامر تماما دلوقتي. تنورتنا وابدعت كالعاده. الله يخليك ومتشكر جدا، وسلامي للبرنامج وسلامي للناس الحلوه اللي بيتابعوا أكيد البرنامج. اكيد الناس الحلوه اكيد بيتفرجوا عليك بنهم، لكن خليني اقول انه في ملفات كتيره منتظرين احنا نفتحها مع بعض. التطوير الكبير اللي حصل في بقى تصحيح الابصار، عايزين نتكلم شويه بقى لان احنا عايزين نشوف الناس اللي ماينس 16 و15 دول نعمل لهم ايه. سعدني وشرفتني طبعا ان انا اتكلم في الموضوع ده. بالظبط. وايه الجديد بقى في الليزر السطحي، وايه الجديد في الليزك، والفيمتو سمايل، والله الله ده كلام جامد. في حاجات جديده طبعا، في حاجات جديده طبعا. انا اسمع منك كل جديد. الله يخليك. ضيف العزيز القمه العلميه الكبيره والاسم اللامع اللي بنفتخر بوجوده معانا في الناس الحلوه، الاستاذ الدكتور احمد عساف، استاذ طب وجراحات العيون بكليه الطب جامعه عين شمس، زميل كليه الجراحين الملكيه البريطانية، وعضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحة العيون، والجمعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء، والجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الإبصار والانكسار، وصاحب 29 بحث المنشورة دوليا والأكثر من 100 بحث المعروضة في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية. كان ضيفي في واحدة من حلقاته الإبداعية كالعادة في عالم العيون في الناس الحلوة. خليكم مع الناس الحلوة.